مرحبا متابعين قناة توتا قير، أنا توتا، واليوم بنكمل استكشاف جهاز كريكت ميكر، جهاز القص الذكي. اللي ما تابع معنا الفيديو السابق واللي كان مقدم عن الجهاز، فبحط رابط الفيديو تحت في الوصف حتى تتابع معنا من الأول. والآن بنبتدي نستكشف فواشة الجهاز وكيف نتعامل معه. نفتح برنامج كريكت ديزاين سبيس، تفتح معانا واجهة البرنامج، واجهة سهلة وبسيطة وغير معقدة، وبنقدر نشتغل فيها بكل سهولة. بتظهر في اليمين كل المشاريع اللي عملناها بالجهاز، وتحت بيظهر اكسس هو مدخل او اشتراك في البرنامج. إذا كان عندنا اشتراك في البرنامج نقدر نستخدم كل الصور والحروف الخاصة بالبرنامج والمشاريع. في مشاريع مختلفة، مشاريع للطباعة الملابس، مشاريع مصنوعة بأدوات جديدة ما كانت موجودة سابقا، فبنقدر نقطع بها الجلد والخشب. من المشاريع الجاهزة هنا في مشروع لعمل قناع للأطفال، موضح فيه كل المواد المستخدمة وطريقة تجهيزها للعمل والصور والحروف المستخدمة. الصور عليها عائد مبلغ مادي، لكن إذا كان عندنا اشتراك في البرنامج بنستخدمه من غير أي دفع مبالغ زيادة. بندخل على صفحة العمل، بنلاحظ إنه المشروع بيكون جاهز ومحدد الطرق اللي بنقوم بها بالعمل، ممكن نعدل عليه. في بعض المشاريع يمكن تعديلها ومشاريع لا. ده من المشاريع اللي ممكن نعدل عليها، مثلا إذا بنغير الأسامي أو بنغير الأحرف الموجودة، وبعدها نقطع أو نقوم بتجديد العمل وقطعه. في خطوات معتين، الخطوة الأولى حجم المات 12×12، الخطوة الثانية. في بعض المشاريع ما بنقدر نشتريها لأنه غير مدعومة في بلدنا، لكن ممكن نأخذ الفكرة بتاعتها ونعملها بطريقتنا الخاصة ونعدل فيها بما يناسبنا، ونستخدم صورنا أو من صور من مكتبة الجهاز كريكت. في واجهة البرنامج بنتعرف على الكانفاس، وهي اللوحة القماشية أو المكان اللي بنقوم فيه بإعداد المشاريع اللي بنستخدمها بالصور الحروف. في أدوات كثيرة هنتعرف عليها لاحقا، الحروف، الصور، المشاريع الجاهزة، التامبلت الجاهزة، أشكال. هنا موجودة أشكال بنستخدمها نعمل منها نعمل من الأشكال صور وتصاميم خاصة بنا، وهذه بتكون فري طبعا ما عليها مبالغ. في صورنا الخاصة اللي بنقدر نحضرها للكانفاس ونستخدمها، الحروف. في صور الخاصة بالجهاز المكتبة كريكت، دي طبعا لازم يكون عندنا اشتراك أو عندنا أو نشتريها، كل تصميم على حدة. فممكن تجينا رسائل مثل رسالة بتقول لنا إنه الكانفاس عليها في مشروع معين، فعايز تبدل المشروع تحط مشروع جديد، فبنوافق على الاختيار. في أدوات معينة بنستخدمها عشان ما نجمع بين الصور أو نقصها. طريقة بداية مشروع جديد، عندنا مكانين، أما طريقة نيو بروجكت مكان جديد أو من القائمة،
عن طريق الزائد، علامة الزائد اللي موجودة هنا. في المكان ده بنعمل ضبط للأجهزة، كل أجهزة تريكت عندهم أجهزة مختلفة، ده مكان ضبط الأجهزة، ضبط الإعدادات. هنا بعد ضبط الإعدادات في ضبط الأدوات أو الأدوات بس الطابعة، ضبط إعداداتها أو ضبط إعداد الأدوات القطع. Custom materials هي دي المواد كلها اللي بنقطع بالأجهزة بأدوات القطع. عندنا في عندنا مثلا القماش، الخشب، المعدن الخفيف، كل الأدوات. وفي عندنا بيورينا الضغط اللي بتحتاج الأداة القاطعة عشان تقطع، وفي جهة تانية بين لنا الأداة المستخدمة، سواء كنا بنستخدم فاين بوينت بليدر ولا بليد. في أدوات مختلفة نشرحها إن شاء الله في المرات القادمة. هنا الأبديت، الجهاز دائما بيكون فيه تغييرات، فكل ما يحدث تغيير أو تحديث جديد نقدر نعمل أبديت من هنا. ده معلومات مفصلة للحساب بتاعنا. وأحيانا أما أن يكون عندنا اشتراك أو يكون عندنا نشتري باكج معين أشياء معينة، مثلا صور، حروف، مشاريع جاهزة، كل واحد بيختلف عن الثاني. إن شاء الله كمان بنشرحه في فيديو مفصل عن الاشتراكات وعن الباكج اللي بنشتريها. في الجزء ده بيبين طريقة عمل أكسس للبرنامج، وبيبين مميزات إنه السبب اللي خلينا نعمل اشتراك في البرنامج، والطريقة، الأدوات اللي بنستحتاج عشان نشترك، اشتراك إذا كان شهري، إذا كان باكج معين. فده إن شاء الله بتشرح في فيديو قادم، ونفاضل بين الاشتراكات والسبب إنه اللي يخلينا نشترك، إنه الاشتراك ده مفيد لنا أو لا، على حسب عملنا، الشغل اللي بنشتغله، استخدامنا للصور. السيتنج أو اللانجوش، عندنا هنا اللانجوش، احنا الجهاز بدعم لغات كثيرة ما عدا العربية، فنختار الانجليزي أو اللغة المناسبة اللي بتقدروا تتعاملوا معها. هنا بيتكلم عن الاتفاقية في أي، معروف إنه الأجهزة اللي بنشتريها من برا لازم يكون في اتفاقية معينة تشرح لك طريقة استخدامك للجهاز، الأشياء اللي أنت ملزم بها، الاتفاق بينك وبينهم، فممكن نطلع عليها، بس مجرد نعرف إنه حقنا وحقوقنا استخدامنا للبرنامج، البلد اللي إحنا موجودين فيها. إنه على أساسه بيتحدد البالغ وعلى حسب العملة بتاعتنا، ممكن نختار ما نختار البلد معينة وتتحسب لنا بالدولار. هنا المساعدة، ونقدر نحط أسئلتنا إذا عندنا أي استفسارات، أي حاجة عشان نعرف عن الأجهزة أو عن الطريق على البرنامج، طريقة الاستخدام ممكن نستفسر فيها. ساين اوت هو اذا بنخرج من البرنامج. عرفنا اشياء بسيطة عن الجهاز. في الفيديوهات القادمة ان شاء الله بنحاول نشرح بالتفاصيل عن كل جزء، وطريقة الاستخدام، ادوات القطع، كل الاشياء اللي بنشوفها صعبة الان بتكون سهلة جدا، وبنتعرف عليها ونستخدمها بكل سهولة.
ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو إذا عجبكم، وساعدوني وادعموني برفع الفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا جزيلا لكم.